أهلا بكم لتوقعات حالة الطقس إلى شمال إفريقيا. ونلاحظ أنه بداية إلى حركة السحب، نلاحظ أن حركة السحب عادية وليس لها أي تأثير في مصر وليبيا، وبينما تتمركز السحب الركامية التي قدمت من المسطحات المائية على المناطق الساحلية في كل من تونس والجزائر والمغرب، وهذا يعني توقعات لهطول أمطار في الساعات القادمة. بالنسبة لحركة الرياح، نلاحظ أن حركة الرياح نشطة إلى معتدلة السرعة، ولكنها تشكل أكثر من 50 عقدة في الساعة على المسطحات المائية فقط. وإذا ذهبنا إلى فهرس درجات الحرارة، نلاحظ أن هناك انخفاض في المغرب العربي في درجات الحرارة فقط على المناطق الساحلية، أما باقي المنطقة تتمتع بتقلبات جوية ودفء في درجات حرارتها. إلى هنا ننتهي إلى توقعات درجات الحرارة المئوية لهذه الساعة. نلاحظ أن هناك انخفاض ملحوظ فقط على المناطق الساحلية بسبب تشكل السحب الركامية التي قدمت من المسطحات المائية. إلى هنا تنتهي توقعاتنا لهذه الساعة، نلقاكم من جديد، شكرا لحسن المتابعة.